المستجدات الفلاحية بلادنا، أهلا بكم. نبدأها بالسلسلة ديال الزيتون، بحيث شرفات مبادرة المثمر على دورة تكوينية بإقليم وزان بتأطير من خبير في زراعة أشجار الزيتون حول موضوع تقليم شجرة الزيتون ومعالجتها الشتوية والتسميد ديالها، وتم التأكيد على الدور المهم لهذه العمليات في الرفع من المردودية والوقاية من الأمراض والآفات اللي كتصيب لنا هذه الشجرة. سلسلة الحبوب بدورها استفدت من دورة تكوينية بالإقليم ديال القنيطرة نظمتها مبادرة المثمر. هذه الدورة التكوينية شمل أيضا يوم دراسي حول أهمية الأمراض الفطرية والمحاربة ديالها في زراعة الحبوب، وتم جرد المسار التقني المتبع في هذه المدرسة الحقلية بدءا بتحاليل التربة واستخراج التركيبة المشخصة بواسطة الخلاط الذكي واختيار البذور المختارة ومعالجة الأعشاب الضارة بالأنواع ديالها، ورش القسم الأول من السماد الأزوطي، وجاء دور محاربة الأمراض الفطرية في ظل هذه العملية اللي تمت بواسطة الدرون طائرة بدون طيار بالإقليم ديال قنيطرة. وعلى مستوى نفس السلسلة ومن أجل الحفاظ على الغطاء النباتي بعد عملية المكافحة الكيميائية لمستوى المدارس الحقلية الخاصة بزراعة القمح الليين، بحيث قامت مبادرة المثمر بتقييم شامل للمنصات بجماعة سيدي علال التازي، بحيث تبين تأثير الإيجابي لهذه العملية اللي كتستهدف القضاء على الأعشاب الضارة وبالتالي الرفع ديال المردودية ديال القمح الليين. ونختموا بزراعة الخضروات اللي كان عندها الاهتمام من طرف مبادرة المثمر، بحيث تم تأطير عملية تسميد العمق بمجموعة من المنصات التطبيقية الخاصة بزراعة البطاطس باستعمال التركيبة ديال الامبيكا المشخصة والمنبثقة على نتائج تحاليل التربة. كما تم إعطاء التوصيات التقنية اللازمة لهذا المرحلة ديال الزراعة من أجل إنجاح الزراعة ديال البطاطس بهذا الإقليم. كانت هذه المستجدات الفلاحية لنهار اليوم، في أمان الله.